الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما موضوع مرونة الطلب التقاطعية، أو ما يسمى cross elasticity of demand في نظرية الطلب والعرض. طبعا هنا في نظرية الطلب خصيصا. قبل الحديث عن المرونة لابد أني أشرح علاقة السلع بعضها مع بعض عندما ننسبها، يعني ما علاقة X بY وهكذا. الآن يمكننا تصنيف السلع المختلفة نسبة إلى بعضها بعضا من وجهة نظر المشتري كما يأتي. يعني أولا سلع بديلة، يعني بتكون X وY وW Z أو البرتقال التفاح شو مكان الآن، سلع بديلة عن بعضها بعض بشكل تام، perfect substitute بسميها، أو بديلة عن بعضها بعضا بشكل قريب، close substitute. هذا التصنيف الأول، إما بتكون بديلة عن بعضها بعضا بشكل تام، perfect substitute، أو بديلة عن بعضها بعضا بشكل قريب، close substitute. التصنيف الثاني سلع متممة لبعضها بعضا، complementary، أي أنه لا يمكن استهلاك إحداها بدون الأخرى، الحاسوب مثلا والبرمجيات، الورقة التي نريد أن نكتب عليها، والقلم على سبيل المثال. وأخيرا سلع مستقلة، unrelated، غير متعلقة بعضهما بعض، أي أنها ليست بدائل لبعضها بعضا أو ولا متممات لبعضها بعضا. كيف يمكن لنا أن نمثل هذه السلع علاقاتها مع بعضها البعض؟ افرض لنفترض بأن لدينا الآن سلعتان X وY. فلنبدأ الآن على المحور الأفقي، هذا الآن كمية X، على المحور العمودي كمية Y، لاحظوني هلا. ولنفترض بأن أسعار X وضعناها الآن على المحور، يعني كأنما هنا هذا المحور العمودي يستخدم لغرضين Y و X، لكن أسعار X. فلنفترض بأن أسعار X كانت عند هذا المستوى، Price of X الأولاني، يعني سعر X في الحالة الأولى، وكان الطلب على Y هنا. لاحظوا الاستخدام المزدوج، المحور الأفقي، المحور الأفقي والمحور العمودي. فعندي الآن الطلب على Y Q، Y الأولانية يعني الكمية الأولى من Y مقابل السعر الأول من X. الآن ارتفعت الأسعار، طبعا هذا الزوج المرتب، هنا الزوج المرتب بمعنى آخر، مقابل سعر X كان الطلب على Y هذه. الآن ارتفعت أسعار X من Price الأولانية إلى Price الثانية، أصبح الطلب على Y زاد من Q1 الأولى إلى Q الثانية Y، وبالتالي الزوج المرتب هكذا. إذا شبكنا الآن بين الزوج المرتب الأولاني والثاني نحصل على الطلب على Y. هذا الطلب على Y الآن لاحظوا بارتفاع، وهذا مناقض للأشياء اللي تعلمناها بنظرية الطلب، لكن لا أتحدث الآن عن أسعار Y مقابل كميات مطلوبة، الآن أتحدث عن أسعار X مقابل الطلب على Y. بما أنه الآن ارتفاع، لاحظوا هنا X و Y سلعتان بديلتان، لأن الآن X و Y بديلتان أو بديلتان، فهذا يعني أن ارتفاع X، ارتفاع أسعار X يؤدي إلى زيادة الطلب، هذه زيادة في الطلب على Y. وهنا الآن ارتفاع في الطلب على السعر X، لاحظوا اتجاه السهم هنا من Q1 Y إلى Q2 Y، يعني من كمية الأولى إلى كمية الثانية، هذا نتيجة لأن السلعتين X و Y سلعتان بديلتان. أوكي؟ الحالة المقابلة لها هنا المحور الأفقي كميات X كميات Y على المحور العمودي. افرض الآن أن السعر X كان عند هذا المستوى، الطلب على Y كان عند هذا المستوى، والزوج المرتب هنا. الآن ارتفعت أسعار X من P1 إلى P2 مثلا، فالآن أصبحت صار في عندي انخفاض في الطلب على Y من Q1Y إلى Q2Y، والزوج المرتب هنا إذا شبكنا بياناتهم بطلع عندي الديماند لا على Y، هنا الديماند على Y كما هو الحال هنا. لكن لماذا الآن الانخفاض، لاحظوا لي إلى اليسار، يعني خفض الطلب من Q1Y إلى Q2Y نتيجة لارتفاع أسعار السلع هنا، إذا كانت هنا بديلتان هنا الآن متممتان، وبالتالي اليسار الآن السهم
هنا يقول لي X وY سلعتان متممتان، وأدى إلى أنه انخفاض في الطلب على السلعة Y. آخر حالة اللي هي أن تكون X، يعني ليس هناك علاقة بين X وY. فعندي الآن X على المحور الأفقي وY على المحور العمودي. افرض أنه أسعار X كانت هنا بحالة الأولى، هذا الآن الطلب على Y هنا، ارتفعت أسعار X، طبعا زوج المرتب ذكروا لي هنا، ارتفعت أسعار X من P1X إلى P2X. الآن بقي الطلب على Y Q1Y، وهون الزوج المرتب إذا شبك بيناتهم طلعنا الديماند كيرف، يعني لم يتأثر الطلب على Y. ما يعني الآن بأن السلعتين X وY سلعتان مستقلتان عن بعضهما بعضا. هذا باختصار شديد هالمقدمة هي. الآن المثال وهو آخر شريحة، المثال الذي سأقدمه عن Perfect Substitute مهم جدا، ويستطيع الطالب الآن أن يطبق المثال على سلع أخرى. فلنفترض الآن حتى أبين عن يستعين الاقتصاديون وحاسبوا الكميات بمرونة الطلب التقاطعية Cross Elastic Demand من أجل معرفة أثر التغير في أسعار بعض السلع على الطلب على سلع أخرى متممة أو بديلة. هنا لنفترض على سبيل المثال بأن هناك شركتي طيران، الاتحاد يو رمزها والإماراتي إي، الشركتان تتنافسان على المسافرين إلى مكة المكرمة من مكان معين يعني محدد، نقول من أبوظبي أو من دبي مثلا، وأن البيانات الآتية توافرت لدينا. أي الآن سعر التذاكر من شركة الاتحاد يو، الكمية المطلوبة من التذاكر مقابل السعر هنا، وهنا أسعار التذاكر من الإماراتية مقابل الكمية المطلوبة من الإماراتية. فالآن لنفترض على سبيل المثال والتوضيح فقط لا غير، بأن أسعار تذاكر الاتحاد كانت 500 درهم لنقل المسافر مثلا من دبي إلى مكة المكرمة، وكانت الكميات مطلوبة 1000 تذكرة يوميا، 1000 مسافر يوميا إلى مكة المكرمة. بالوقت ذاته كان سعر تذكرة الإماراتية 500 درهم مقابل 1000 مسافر يوميا. قامت الآن شركة الاتحاد برفع أسعارها من 500 إلى 510. ما الذي يحدث؟ يعني لنفترض هذا المثال بيقول لنا أنه الآن كل المسافرين مقابل 10 دراهم ذهبوا جميعا إلى الشركة الإماراتية، لأنه افترضوا، وهكذا نفترض في هذا المثال، بأن الشركتين تقدمان الخدمة ذاتها، الطيارة الطائرة مريحة بالكيفية نفسها، الطعام طيب ولذيذ بالكمية يعني بالكيفية نفسها، فكل الأشياء الميزات متوافرة عندهم بشكل متشابه. فعندما ارتفع سعر تذكرة الاتحاد من 500 إلى 510، الآن كل الزبائن ذهبوا إلى شركة الطيران الإماراتية، لأن السعر بقي هنا من 500 إلى 500، أصبح الآن الطلب على شركة الإماراتية 2000 بدل 1000 أصبحت 2000، هنا أصبح صفر، لاحظوا لمقابل الزيادة هذه، فانخفضت الكميات المطلوبة من 1000 إلى صفر. أما الطلب، لاحظوا بدي أفرق بالمصطلح بين أنه هنا انخفضت الكميات المطلوبة من 1000 إلى صفر، في حين بأن زاد الطلب أو ارتفع الطلب من 1000 إلى 2000، لأنه سعر السلعة البديلة هنا ارتفع. وهذه الحالة بتقول لي بتقول بالحالة هاي بأن السلعتين اللي هم تذكرة من الاتحاد والإماراتية بديل تام، يعني هنا السلعتين X وY أو U E بديلتان بشكل كامل أو بديل تام باللغة العربية Perfect Substitute. كيف الآن نحسب مرونة الطلب التقاطعية؟ هذه الآن Epsilon CD اللي هي Cross Elasticity of Demand تساوي التغير المئوي في الطلب على شركة التذاكر الشركة الإماراتية مقسم على التغير المئوي من تذاكر بسعر، عفوا تغير المئوي بسعر تذكرة الاتحاد. إذا هنا نتحدث عن كمية، هنا عن سعر، لكن كمية من إيه؟ سعر يو تساوي بالحالة هاي، لاحظوا لي 2000 ناقص 1000 لأنه نتحدث عن كيو صب إيه، 2000 ناقص 1000 مقسم على الوسط الحسابي بينهما تقسيم هذه الكمية، الكمية هاي 510 ناقص 50 مقسم على الوسط الحسابي،
بعملية رياضياتية بسيطة يصبح الآن الرقم 1000 × 1500 × 500 × 10 بالاختصار اللي بعطينا الجواب 33.67، أي أن الآن مرونة الطلب التقاطعية بين الآن كمية أو الطلب على تذاكر الاتحاد والسعة، عفوا الطلب على تذاكر الإماراتية مع سعر الاتحاد تساوي 33.67. ما المقصود بهذا الرقم؟ هذا هو تفسيره، أي أن ارتفاع the price of you اللي هو سعر تذكرة الاتحاد بمقدار مثلا 10% يؤدي إلى ارتفاع الطلب على QE لتذاكر الإماراتية بمقدار 10 × 33.67 وتساوي 336.17%. أكون بذلك أحبتي قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة المرجوة منه، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.